في سؤال كده معلش. ها بس سؤال. دلوقتي الولد راحت عليا نومه ما اوطتش بالليل في قيام الليل، ايوه هل يجوز ان انا اجيبه بعد الضحى؟ يجوز. قال الله تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. في تفسيرها هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. من كان له حزب من الليل فتركه يقضيه في النهار، كان له حزب من النهار فتركه ويقضيه في الليل، لمن أراد أن شكورا، لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. وأيضا للإتعاظ. أتمنى العظيم وإياكم يا رب.